الرحيم. السلام عليكم. هذه اللحظة اللي نستغلوا فيها باش نطرحوا انشغالات القرية، وخاصة القرية الشمالية لمشطى فاطمة التي تعاني من عدة مشاكل ومن عدة انشغالات، حيث أن مشطى فاطمة تعد أكبر منطقة جغرافية على مستوى بلدية الحمادية، وثالث عدد أكبر عدد سكاني، أكبر تجمع سكاني على مستوى البلدية أيضا. تعاني من عدة انشغالات، من بينها المشكل الأول هو أن مجمع سكاني فيه يترعرع فيه أحفاد وعاش فيه عاشوا فيه أجداد، وما زال إلى يومنا هذا 2020 وما زال يعاني من مشكل الصرف الصحي، القنوات الصرف الصحي. يعني نتأسف لهذا الأمر، والمنطقة لا تبعد عن الولاية لأكثر من 4 أو 5 كيلو. يعني شيء مؤسف أنها ممكن، بعد ما سمعنا واحد أخبار أنها ممكن مسجلة في المناطق الذل، يعني عيبة تسجل في المناطق الذل، منطقة لا تبعد عن الولاية ب4 أو 5 كيلو. الانشغال الثاني مشكل المياه الصالحة للشرب. نقدر نقولوا باللي لم نأخذ الاستقلال نهائيا، قنوات كاينين جزئية وليست كاملة، كاين بيوت ما عندهاش، لهذا نطالبوا بها إن شاء الله. هم يقولوا باللي كاين مشروع باش يجي ويكملوا بالاخص قريه القواشميه، باش يكملوا يديروا التوصيل بالخزان الجديد في منطقه الصفيه. ولكن احنا ما دام جاش المقاول نقولوا مازال، لانه رانا نستعملوا في الصهاريج الماء الصالح للشرب، تكلفه انتهى اكثر من حوالي 2000 دينار او اكثر. يعني انسان مع هذه الازمه اللي عقبناها، ازمه كورونا، ربي يعافينا منها وينزل علينا هذا الوباء. الناس راهي تعاني دوك، الانسان باش يجيب باش ياكل ولا باش يشرب ولا باش يوكل ولاده ولا يشري سهريج 3000 لتر ب 2000 دينار جزائري، يعني شيء محال. تلميذ باش يمشي باش يقرا وباش تكون نتائج تاعو جيده وتكون نتائج حسنه، انه يمشي منا على مسافه اكثر من 1500 متر، يعني كيلو ونص حتى للمدرسه الابتدائيه. نطالب بربط كل من القريه، كل من القريه 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 الشماليه اللي تجددت القواشميه، قريه ولاد عيسى، قريه ولاد بوسحاب، يتم بناء مدرسه ابتدائيه تضم هذا الثلاث قرى لحوالي 500 او 600 او 700 متر على الاكثر، يعني تكون مريحه للتلميذ ومريحه لاولياء التلاميذ. نرجع لانشغال اخر اللي هو المشكل تاع الكهرباء والغاز للبيوت التي تبعد البيوت تاعهم على الغاز، مثلا تبعد البيوت تاعهم اكثر من 30 متر. نورمال ما شاء الله جاءوا المسؤولين من صنع الغاز من الطاقة والنجم، عندهم القوائم تاع الناس اللي رايحين إن شاء الله يدعموهم بال أخذوا القياسات وأخذوا القياسات تاعهم كامل. نفس الشيء في الكهرباء، تم تسجيل الناس التي لا يوجد بها الأسلاك الكهربائية. إن شاء الله في أقرب الأجال يجيوا إن شاء الله يكملوا الناس هذو، اللي كاين بيوت أكثر من 15 أو 20 سنة ساكن يعني من عند جاره، يعني بطريقة غير قانونية، وإحنا ماذا بينا نتجاوزوا هذه الطريقة الغير قانونية. ماذا بينا إن شاء الله يكون عندنا ملعب جواري، لما لا يكون بالعشب الاصطناعي للشباب هذو، يكون عندهم وين يترفهوا، يكون عندهم وين يفجروا الطاقة تاعهم، لما لا يكونوا يخرجونا أجيال من في الرياضة.